شوقي أمامة رئيسة عصبة جهة الرباط سلة القنيطرة للجوجوتسو. اليوم انضمت العصبة البطولة الجهوية الثانية دونك لسنة 2023-2024، وكان عندنا يعني جوج ديال دو تيب هما النوازة والفايتين. دونك الحمد لله كانت مشاركة مهمة، وكل مرة على مرة الحمد لله كاين واحد التحسن بالنسبة للأداء، والحمد لله يعني تل المشاركين عندنا يعني أبطال اللي شاركوا لنا في يعني توجوا مؤخرا في البطولة الإفريقية اللي تنظمت في مراكش، وإن شاء الله راه تنوجدوا راسنا إن شاء الله البطولة اللي دابا تكون في اليونان 2024. وداك في الصورة هاد الرياضة هذه هي الرياضة الأم، يعني تجمع الجودو التايكواندو الكاراتيه، دونك هي الرياضه الام. وتنشوفوا بان دول واحده اخرى بحال دابا الامارات ولا هاد الرياضه هذه واخذها في المدارس، يعني كاع المدارس تتعلم يعني في يعني من الاج دو 50 تيبداو في الجوجيتسو، وتبارك الله عندها واحد الافاق كبيره والحمد لله. يعني كاين واحد الاقبال، لا وسورتو هنايا في مدينه سلا كاين اقبال الحمد لله. وفي الصباح كانت عندنا البطوله ديال الصغار، وكان الحمد لله الوالدين ديال الاباء ديال يعني ديال الاطفال كانوا حاضرين بواحد الشكل كثير كثيف، وهذا تيبين بان هذه الرياضه عندها افاق الحمد لله. السلام عليكم، معكم عبد الحميد حلوي لاعب جيجيتسو. هو الحمد لله الاجواء هنايا كانت جد قويه تبارك الله، الابطال كانوا في المستوى، لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه الدعم ديال الجمهور حتى هو كان في المستوى، من ناحيه التحكيم، والحمد لله قدرت نحصل على الميداليه الذهبيه. وصراحة رياضة الجيجيتسو في المغرب كتشوف واحد التطور ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا من جهة المدربين لا من جهة الجمعيات لا من جهة الأنشطة ديال الجامعة لا الجهوية ولا الوطنية، الحمد لله غادي في الطريق الصحيح. ونتمنى إن شاء الله نشوفوا بحال التظاهرات تكون كبار، ونتمنى إن شاء الله نمثلوا البلاد ديالنا في تظاهرات إن شاء الله عالمية. السلام عليكم، سميتي أميمة لابي، كنمارس رياضة الجوجيتسو، واليوم كانت منظمة بطولة جهوية وحتليت المرتبة الأولى. هذا الشيء كيرجع لفضل الأستاذ ديالي منصف هلالة والأصدقاء ديالي في صالة الرياضة. واخا ما كانتش مباراة سهلة، ولكن الحمد لله قدرت نفوز بهاد الميدالية، والحمد لله. وكنشكر استاذي منصف هلاله وكاع التيم ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الافراني ابراهيم النائب الاول لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه للجيجيتسو. اليوم شدينا الرحال الى قاعه الشرف في مدينه سلا من اجل حضور فعاليات تنظيم البطوله الجهويه لعصبه الرباط سلا القنيطره، وتندرج هذه البطوله في اطار الأنشطة التي تقوم بها سواء العصبة أو الجامعة على الصعيد الوطني من أجل الاستعداد للتظاهرات الرياضية والأنشطة التي سيتم تنظيمها إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة. ويتعلق الأمر بالبطولة الوطنية للكبار والبطولة الوطنية للصغار وكأس العرش، كما أن هذه الاستعدادات تندرج كذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية التي من المنتظر أن تنظم بالجزائر، وكذلك البطولة العالمية التي ستنظم بأثينا باليونان. والجيجيتسو الحمد لله منذ تأسيس هذه الجامعة في 2017 يعني عرف تطورا وتنمية وإشعاعا كبيرين، ويمكن تلمس هذه الحقيقة من خلال العدد الكبير للمنخرطين سواء بالنسبة للممارسين أو بالنسبة للعصاب. ونحن يعني نسعى إلى ترسيخ مبادئ وأهداف التي سطرتها الجامعة سواء من خلال قانونها الأساسي أو من خلال المبادئ المعتمدة في إطار تلقين وتطوير وتنمية رياضات الجيجيتسو بالمغرب. السلام عليكم، معكم يسرى صبري بطلة ديال الجيجيتسو وزن ناقص 63 حائزة الميدالية الذهبية في بطولة جهوية، والفضل كله كيرجع للأستاذ منصف ديالنا وبفضل المجهودات ديالو والمتابرة ديالنا بطبيعة الحال. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.